طيب ميرا شلون تتخيل شكلها ووضعها وشخصيتها من توصل لعمر 60؟ عجوزة. يعني لا بس شوف هنانه طيب. هنانه تخيلي شكلك بينه وتوصلين؟ لا مأمنة. يعني طبعا اذا الله خلانا طيبين ان شاء الله يعني عمر طويل عيوني. فاذا الله خلانا طيبين اذا اليوم كانت العمليات التجميل الصحيحه أوكي. مثل يعني اصاله نصري من شفنا. شو قصتكم يا اصاله؟ يا سهله تقول تعرف ليش مثل اصاله. تعرف ليش؟ ليش؟ لانه اكثر تجميل كان طبيعي أوكي. يعني هواية من الفنانين ونجوم يعني النجوم العرب وغيرهم التجأوا إلى التجميل، لكن كمية الشد والملامح اللي تغيرت صارت بقسوة أكثر. أصالة لا كانت تنطي إلى كيوت إلى الصغر بالعمر، فبعد 20 سنة 30 سنة مأمنة على نفسي بأنه تسوين هاي العملية يعني شوي راح توصل التقنيات العرب.